استشهد وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب بخسارة مصر أمام الكونغو الديمقراطية علشان يرد على كل اللي شككوا في أداء أسود أطلس في دور المجموعات. المنتخب المغربي حقق فوزين أمام تنزانيا وزامبيا وتعادل أمام الكونغو الديمقراطية. الركراكي قال في مؤتمر الصحفي قبل مواجهة المغرب وجنوب إفريقيا إن كل اللي شككوا في أداء المغرب في دور المجموعات شافوا الكونغو وهي بتستهدف اللقب وبتحقق الفوز على منتخب مصر وبتتأهل لربع نهائي كأس الأمم. ولما تسأل الركراكي عن إقصاء مصر تعمد أنه يتكلم بالفرنسية علشان كلامه ما يتفهمش غلط، وقال لا يعنيني كل منتخب وله مساره، نحن مستاءون لما حدث بالتأكيد لأنهم يظلون إخواننا، لكننا أيضا سعداء بتأهل الكونغو. الركراكي قال كمان بالنسبة لي بركز على تأهل المغرب بس، احنا بنلعب من أجل المغرب مش من أجل العرب، احنا في منافسة إفريقية، مش عايز أتكلم عن فرق مغاربة أو عرب. الحقيقة أن الأمور معقدة لمنتخبات شمال أفريقيا، وطالب الجميع بأنهم يعطوا لاعبي المغرب حقهم، وقال إحنا في مهمتنا وبنركز على نفسنا بس. المنتخب المغربي هو الفريق العربي الوحيد اللي باقي في كأس الأمم، تفتكر المغرب يقدر يوصل لحد فين في البطولة؟